طب مثول مسؤول رفيع بالبنك المركزي متهما في قضية الشركات الأدوية، مثل أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس الأربعاء 14 متهما في قضية التلاعب بأموال استيراد الأدوية، بينهم مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي وأربعة موظفين من مصرف واحد تم فصلهم من العمل أثناء سير التحريات بحسب المصادر. وأبلغت مصادر السوداني أن أربعة من المتهمين موجودون بالحراسة فيما أطلق سراح العشر الآخرين بالضمان، بينهم مدير إدارة النقد الأجنبي الحالي ببنك السودان المركزي. وأشارت إلى أن أحد المصارف قام بفصل أربعة من موظفيه بعد توجيه التهمة لهم خلال التحريات، فيما تغيب ثلاثة متهمين آخرين عن جلسة محاكمتهم. أستاذ خالد، يعني أخيرا بدأت إجراءات محاكمة المتهمين بتلاعب في أموال استيراد الأدوية، كيف تقيم هذه الخطوة ولماذا التأخير؟ سؤال التأخير ده مردود للجهات الحكومية، بالذات وزارة العدل المنوط بها المهام دي، لكن هو مطلوب خطوات حاسمة لأنه دي مال عام، مطلوب ايضا الاجراءات تتم بصوره شفافه حتى يطمئنوا الناس، وحتى تكون يعني نموذج انه ما تمنع تكرار الاعتداء على المال العام، غير الموظفين بتوع البنوك صغار الموظفين، المطلوب الشركات اللي هي ما شركات اشخاص موجودين ومعروفين انه يكونوا ضمن التحقيق وتكون تتم محاكمتهم محاكمه عادله وحازمه، وايضا مصير الاموال انه لا تسترد. وايضا مفروض تتم مراجعه للاجهزه الرقابيه في البنوك حتى لا تتكرر المشهد مره اخرى. لانه هي قضيه حساسه بتمس بالصوره، صوره الدوله، صوره الجهاز المصرفي في الدوله، وبتمس حتى بصوره الدوله قدام المواطن السوداني، وتلاعب بعمله صعبه في وقت صعب في حوجه لها، وتلاعب بدواء المواطن وبصحته، فدي قضية حساسة ومطلوب خطوات نعم أكثر شفافية وتكون معلنة. مثول مسؤول كبير ببنك السودان في القضية وهو ما زال في العمل، يعني على الرغم من تلك الأحاديث التي كانت تسير وتضوج حول في أيام تلك القضية، بعض النافذين في بنك السودان وبعض المسؤولين الرفيعين أيضا تحدثوا أن لا موظفين في بنك السودان لديهم علاقة بما حدث، كيف يمكن قراءة ذلك؟ الآن ثبت أن هنالك مسؤول رفيع. أنا ما دار أتدخل في قضية في غيد التحري، قد تكون في معلومات غايبة عننا وما دارين نتهم أشخاص، لكن إحنا بنتهم النظام الرغابي في المصارف وما حدث من فساد، وكيف يتم سد أي منافذ للفساد، يعني اللوائح، تجديد اللوائح بتاعت الرغابة، تجديد أجهزة الرغابة، تقديم كل المتورطين إذا كان رجال أعمال فاسدين أو شخصيات في بنوك فاسدة، تقديمه لمحاكمة وفي العلن حتى يكونوا عزة، وحتى يطمئن الشعب السوداني على أجهزته الرغابية وعلى أمواله وعلى صحته. لكن ما دار أخذ على أشخاص ممكن نحن ما في وضع متحصلين على معلومات مدى تورطهم، ما نقدر نتهم أشخاص، لكن بنتهم النظام الرقابي والرغابة. هنالك متهمون خارج البلاد أستاذ خالد، يعني وردوا في التقرير، هل تتوقع أن تنجح السلطات في استعادتهم لضمان أو يعني لضمهم للمتهمين في ذات القضية؟ أفتكر الموضوع ما في صعوبة إذا كان يعني بالذات موجودين في دول السودان عنده باع علاقات، ممكن عن طريق التربول، عن طريق الاتفاقيات تحت التبادل بتاع المتهمين أو المدانين، لكن المطلوب تكون في حيثيات قانونية، تكون في أدلة، ما يكون الموضوع للاستهلاك السياسي أو لتطمين الرأي العام، تكون في خطوات قانونية حقيقية وحازمة، وتكون بشفافية بحيث أنه الرأي العام يكون مطلع عليها، لأنه القضية ما قضية بتخص مسؤولين، دي قضية بتخص أموال الشعب السوداني كله، من حق الشعب السوداني واستعلامه تكون مطمئنة وتكون متابعة القضية وتكون نعم في العلن نعم. وتكون برضو في حرية أنه يكون المتهمين عندهم الحق الكامل في الدفاع، يعني دي فرصة للحكومة أنها ترسل رسالة بأنها هي
مع سيادة القانون ومع العدالة بصورة عملية ما بجرد شعارات سياسية. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا اليوم في الفقرة التحليلية في مشهد السودانية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا للغناء، وشكرا الأول للمستمعين والمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك.